بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن شاء الله في الفيديو ده هنحل مع بعض تمارين قاعدة الضرر والإلزام والنصيحة والديدكشن استنباط. القواعد دي كلها كده موجودة مع بعضها في الوحدة الرابعة، الدرس الثاني والثالث، أو الدرس الثالث والرابع. بس قبل ما أحل عايزك تعمل إيه، باكينج أب سريع كده للقاعدة. طبعا أنت أكيد سمعت فيديو الشرح اللي أنا نزلته على الجروب، فتعالى بس كده أقول لك على كام ملحوظة مهمة كده عايزك تأكد عليهم. هو ايه الفرق بين needn't، الفرق بين انك تقول needn't have والباست بارتيسيبل، ده رقم واحد، وبين didn't have او need to والفعل في المصدر. ببساطه كده عايزك تفهم ان needn't have باست بارتيسيبل يعني المفروض ان حضرتك ما كنتش تعمل حاجه معينه لكن سيادتك فعلت. حلو. طيب didn't have to المفروض ما تعملش الحاجة دي وحضرتك ما عملتش، يعني انت كده في السليم زي الفل. طيب على سبيل المثال، لو انت بتقول مثلا ان انا المفروض ما كنتش اغسل التيشيرت لانه اصلا نظيف بس انا غسلته، يبقى انت في الحالة دي هتقول I needn't have washed my shirt او my t-shirt. طيب حاجة تانية، انت لبست التيشيرت وبعدين بتقول ايه ده نسيت اغسله، فمامتك تقول لك يا حبيبي انا غسلان امبارح، يعني انت المفروض ما كنتش تغسله وما غسلتوش اصلا، فتقول I didn't have to wash my t-shirt. مثال تاني، انت واحد صاحبك عنده عيد ميلاد فانت خدت له ساعه هديه، فبيقول لك على فكره انا عندي ساعه زي دي، شكرا ان انت جبت لي الساعه دي كمان، يبقى انا عندي اتنين كده. انت المفروض ما كنتش تشتري ساعه لانه عنده ساعه زيها، بس انت فعلت. بما انك انت المفروض ما كنتش تعمل لكنك فعلت، فهو هيقول لك بقى you needn't have bought this watch. طيب ده بالنسبه للفرق بين الاثنين. الحته الثانيه، عايزك تعرف ان كلمه can't ممكن نستخدمها بدل must. فلما اقول لك على سبيل المثال you can't smoke here، ده معناها you mustn't smoke here، نفس المعنى، الاثنين معناهم ممنوع تدخن هنا، يعني can't بتدي نفس معنى mustn't. طيب الفكره اللي بعد كده برضو، لما اقول لك مثلا منز روم از مثلا اون او اوبن، اوضه منى مفتوحه، شي نوت ذا كيز، ذا كيز ده معناها ان شي ماست هاف ولا ماست هاف هاد ولا ماست بي هافينج. هنرجع للذاكره القديمه، احنا متفقين ان كلمه هاف يعني يمتلك، ما تجيش مستمر، فدي بقى استبعدناها. طيب انت بتقول لي الغرفه بتاعه منى مفتوحه، ده معناها ان منى تمتلك المفاتيح، تمتلك دي مضارع، فناخد ماست هاف. خد بالك ماست هاف ونجيب بعدها اسم يبقى دي مضارع، لكن ماست هاف التصريف الثالث يبقى كده ماضي. طيب جمله ثانيه، ذا لايتس ات منى's room، منى's room are on، شي نقط. يا ترى هنا هتقول لي must study ولا must be studying، ركز على الافكار دي لان هو ما جابش سيرتها في التمارين، ولا must have studied. بدايه احنا هنترجم عربي، انت بتقول لي النور بتاع اوضه منى منور، يبقى هي اكيد تذاكر الان، يعني هي اكيد مستمره في المذاكره. حلو. طيب الفرق بين must study دي على سبيل الحقيقة، لكن دي موقف مستمر الآن، must have studied ده زمن ماضي. طب بشكل أوضح، أنت بتقول النور منور يعني معنى كده إن هي دلوقتي مستمرة في المذاكرة، يبقى تقول must be studying. أمال إمتى ناخد must study؟ لو أنت في الفصل، كل ما المدرس يسأل سؤال منى تجاوب عليه، فنقول بقى منى must study. أنت ماشي في الشارع، قابلك واحد كده واد فات، يعني سمين، فتقول الولد ده must eat a lot، يعني حقيقة هو بياكل كتير. امال امتى ناخد must be eating؟ لو انت دخلت عليه الاوضة لقيته ماسك الملعقة وقاعد على السفرة وشغال، يبقى must be eating. must be eating يعني موقف مستمر انت شايفه بعينك بياكل، لكن must eat اللي انت بتقول للواد اكيد بياكل كتير، حقيقة يعني ان هو بياكل كتير عشان كده هو سمين. طيب دي الملحوظة التانية اللي عايز أأكد لك عليها. الملحوظة التالتة اللي هي عايزك تعرف ان could have والباست participle دي ليها معنيين. المعنى الاولاني بتساوي may او might have والباست بارتيسيبل، المعنى الثاني اللي معناها كان ممكن يعمل شيء
لكنه فعل شيء آخر. طب اديني مثال، خد مني المثال ده. لما نقول مثلا في جملة we don't know أو we don't know، احنا مش عارفين who أو when. خلينا نقول when علي went to school، احنا مش عارفين علي راح المدرسة امتى. he may have gone there at 7. تعال نترجم كده، احنا مش عارفين علي راح المدرسة امتى. ربما انه ذهب للمدرسة الساعة 7. كلمة may have gone دي معناها ربما انه فعلها، ممكن نستخدم بدلا منها could have gone، وكان ينفع نستخدم might have gone زي ما انت عارف. طيب احنا قلنا الاثنين او الثلاثة بيساووا بعض ليه؟ ان دي معناها ربما. طب في الجملة التانية دي بقى اللي هسيبها لك في كادر الكاميرا كده، هسيب دي كده زي ما هي وهكتب لك كمان جملة. لما نقول مثلا I not a mobile but I didn't، هنا يا ترى هنقول could have bought ولا نقول might have bought؟ هنترجم عربي طبعا، في الاخر عايز اكتب لك بوث يعني هما الاثنين. هنترجم عربي، يقول لك انا كان ممكن اشتري موبايل بس انا ما عملتش كده. يعني انت عايز هنا المعنى يكون كان ممكن اعمل شيء معين لكن ما عملتش، يبقى ما ينفعش هنا غير could have bought. طب ليه؟ اصل might have bought بتمعناها ربما انني فعلت. يبقى الجمله الاولانيه بيقول لك احنا مش عارفين هو علي راح المدرسه امتى، فربما انه ذهب للمدرسه الساعه 7. بما انك بتقول ربما يبقى could وmay وmight ينفعوا. طب هنا انت بتقول لي كان ممكن يعمل بس ما عملش، ما ينفعش غير could have والباست بارتيسيبل فقط. الفكره اللي بعد كده، طبعا الافكار دي انا عايز اعملك عايزك تعمل عليها فوكس عشان هي مهمه. عايزك تعرف ان have to زيها have got to، وان has to زيها بالظبط has got to بنفس المعاني. المشكله بس في النفي، ان have to نفيها اسمه don't have to. طب have got to نفيها haven't got to. احنا عملنا كده ليه طيب يا مستر؟ عشان حضرتك have to لفعل اساسي، لما نحب ننفيها هنجيب لها فعل مساعد ونكتبها بعد كده زي ما هي، لكن have هنا فعل مساعد وجوت الفعل الاساسي، فلما نيجي ننفي بننفي الفعل المساعد. نفسها قصة has to هتبقى برضو doesn't have to. طب نفي has got to هتبقى hasn't got to. بناء عليه عايزك تعرف ان مفيش حاجة في الانجليزي يعني اسمها hasn't to، دي مش موجودة. طيب haven't to برضو مش موجودة، والماضي منهم hadn't تو. التلات حاجات دول ملهمش وجود في الانجليزي، فلما تلاقيهم في الاختيارات اعمل حسابك ان انت اعمل نفسك مش شايفهم، فهم التلاتة غلط. طيب ايه يا مستر الفرق بين هاد تو وبين شود هاف والباست بارتيسيب؟ ركز في الكلام ده لانه ما جابش سيرة الكلام ده في التمارين وده خطأ. طيب هاد تو دي معناها اضطر ان يفعل شيئا، من الاخر كده معناها انه فعله. طب شود هاف باست بارتيسيبل؟ المفروض كان يعمل حاجة معينة، يعني معنى كده انه ما عملش. طب على سبيل المثال I didn't come to the party انا ما جيتش الحفلة امبارح because I had to see a doctor. ده معناها ايه؟ انا ما جيتش الحفلة امبارح اصل انا اضطريت اشوف اروح اكشف اروح للدكتور. يعني ده معناها ان هو ذهب للدكتور. حلو. طيب افرض بقى ان انت قلت لي I should have seen a doctor yesterday، ده معناها انك لم تذهب للطبيب بالامس. يبقى عايزك تعرف ان had to معناها اضطر يعمل الشيء يعني عمله. طب should have والباست بارتيسيبل؟ المفروض كان يعمل بس هو ما عملش. طيب جملة هبدأ مني كده، منى is a cruel girl، منى دي بنت قاسية. she not with her mom، يا ترى هنا هتقول لي had to stay ولا should have stayed؟ هقول لك على حاجة، هنترجم الأول. والله had to stay
يعني اضطرت أن تبقى مع الأم، ده معناه إن هي بقت مع أمها. طب should have المفروض كانت تبقى لكنها لم تفعل. طب انت في الجملة بتقول للبنت اسمها منى دي قاسية، ده هي كان المفروض تقعد مع مامتها امبارح بس ما عملتش، عشان كده ناخد should have stayed. امال امتى ناخد had to stay؟ لو كان قال لك البنت دي كايند عطوفة وقلبها ابيض وبتحس وكده يعني. طيب فالمعنى مختلف، عشان كده وفقا للمعنى اخترنا. اخر حتة عايز اقولها لك، انك لما يكون معاك الفيرب تو دو سواء دو او داز او ديد بناخد بعدهم الفاعل وبعدين هاف تو او نيد تو والمصدر. ده سؤال، السؤال ده انت عايز اجابته. طيب امال لما نبدا السؤال بكلمه ماست وبعدين الفاعل وبعدين الفعل في المصدر، ده سؤال الهدف منه التذمر. يعني ايه التذمر؟ اخوك الصغير كل شويه يفتح شنطتك، فانت عايز تقول له هو انت يعني لازم تفتح الشنطه؟ طيب فانت بتروح قايل له ايه؟ ماست يو اوبن ماي باج، يعني هو انت لازم تفتح الشنطه؟ حاجه تانية، انت قاعد في امان الله وهادي، اخوك فتح الباب ودخل عليك، فانت عايز تقول له انت يعني لازم تيجي دلوقتي؟ فتروح انت قايل له ايه؟ ماست يو كام ناو، كان لازم تيجي دلوقتي. اديك بوظت القعده. امال امتى نستخدم دي؟ دو هاف تو، لو انت بتسال سؤال وانت محتاج اجابته. السؤال هنا هدفه الاستفسار، بمعنى لما اقول لك دو اي هاف تو باي ناو، معناه لو سمحت حضرتك وانا المفروض ادفع دلوقتي ولا لا؟ لكن لو انت قلت لي ماست اي باي ناو، ده معناه هو انا يعني لازم ادفع دلوقتي، انت هنا كده انويد، يعني انت خلاص طفح بك الكيل. تمام، حبيت الف انا وانت لفه كده في الافكار اللي انا ما لقيته ما جابهاش في الاسئله خالص، عشان تبقى حضرتك على درايه وعلى علم باللي بيحصل حواليك. تعال بقى نبدا كده بسم الله نشوف الاسئله اللي في الكتاب سؤال سؤال ونمسكهم نفصلهم ونفصصهم بسم الله. ما تستعجلش عشان اسئله كتير وان شاء الله مش هنجري. You behaved rudely، انت يا ابني كنت سيء الخلق. اكيد انت عارف ان كلمه رود بيجي بعدها حرف الجر تو. You behaved rudely، لقد سلكت سلوكا سيئا، كان اخلاقك زي الزفت. With your friend، مع صديقك. You have behaved yourself، انت كان المفروض، شفت انا بقول بالعربي، كان المفروض، كان المفروض تبقى مؤدب. كان المفروض دي ماضي، يبقى should have والباست بارتيسيبل، يبقى انا هاخد should have behaved. لو خدنا shouldn't معناها المفروض ما كنتش تبقى مؤدب. طب must have behaved يعني اكيد انت كنت مؤدب. طب might معناها ربما انك كنت مؤدب، فكلهم كده ما ينفعوش. رقم اتنين بيقول لك your composition it's full of mistakes. ركز، انا عايزك وانت بتترجم الجمله ما تترجمهاش بالطريقه اللي هي مكتوبه بيها، ترجمها بدماغك انت. انت بتقول ايه؟ البراجراف او الكومبوزيشن، القطعه اللي انت كاتبها دي مليانه اخطاء، يبقى انت الاحتمالات اللي انا هستخدمها هنا يا مستر اكيد لم تراجعها. ممكن اقول لك انت اكيد ما راجعتش القطعه دي، ده مليانه اخطاء يا عم. او ممكن تقول لي انت كان المفروض تراجعها، دي مليانه اخطاء. بس انا همسك الاختيارات ونشوفهم واحده واحده ونفعص فيهم كده. must have revised يعني اكيد راجعت، ينفع اقول لك انت اكيد راجعت القطعه، بس الناحيه الثانيه اقول لك هي مليانه اخطاء؟ طبعا لا. طب شو انت هاف ريفايزد، المفروض ما كنتش تراجع، طبعا برضو مش صح. طب هاد تو ريفايز يعني اضطررت يعني ان تراجع، بما اني بقول لك انت اضطررت تراجعها يعني انت راجعتها، امال الاخطاء دي كلها؟ لكن الصح انت بتقول لي يو شود هاف ريفايزد اللي معناها كان المفروض تراجع. على فكرة أنا بدل ما استخدم دي في احتمال تاني ممكن نستخدمه في الجملة دي يبقى صح، اللي هو مين؟ اللي هو you can't have revised، يعني إيه؟ أنت أكيد ما راجعتهاش، ده مليانة أخطاء يا حبيبي. طيب الجملة اللي بعد كده رقم ثلاثة، I regret، أنا ندمان arriving late، أنا ندمان إن أنا وصلت متأخر. أنا إيه في الوقت المحدد؟ كان المفروض أصل، كان يجب ان يعني should have وتصريف الثالث، يبقى ناخد رقم سي. طب must have come يعني اكيد اتيت. needn't have come المفروض ما كنتش اجي بدري بس انا جيت. طب had to come اضطررت ان اتي، بما انك انت اضطررت تيجي امال ندمان ليه؟ يبقى الاجابه الصح هنا you should have come، يعني انا كان المفروض اجي بدري. طيب الجمله اللي بعدها you another mobile phone the one you have is just fine، يا ابني ما الموبايل اللي معاك اهو حلو زي الفل، انت المفروض ما كنتش تشتري،
المفروض ما كنتش تشتري بتاعت المفروض، دي حاجة من الاتنين، يا شود يا شودنت. طيب انا بقول المفروض ما كنتش تشتري، يبقى شودنت هاف بوت. طب ما تيجي نترجم الباقيين. اول واحدة تقول لك هنا must have revised، انت اكيد رجعت، ملهاش علاقة بالموضوع. should have bought، انت كان المفروض تشتري موبايل تاني. ينفع اقول لك انت كان المفروض تشتري موبايل كمان، الموبايل اللي معاك شكله حلو وهات تو، يعني اضطريت تشتري. طيب رقم خمسة، speaking to a native speak to native speakers، تحدث اللغة الإنجليزية مع المتحدثين الأصليين مع الأجانب، a way of improving your fluency. لحد هنا كده might be و could be الاتنين صح. طيب هناخد مين فيهم؟ كمل الجملة كده. الراجل بيقول لك ايه، it is a good idea to do this، انه فكرة جيدة، يبقى ده اقتراح. بما انه اقتراح يبقى could be. ما هو انت عارف ان could والمصدر ممكن نستخدمه في الاقتراح، فممكن اقول لك مثلا you could مثلا study at night، يعني ايه؟ اقترح عليك تذاكر بالليل. فافهم احنا خدنا could be عشان ده اقتراح. طيب it is probable that he won't come to the company today due to his illness، يعني محتمل انه ما يجيش النهارده عشان مرضه، يبقى هو cancel the meeting. بما ان محتمل ما يجيش النهارده فهو ربما يلغي الاجتماع، بما ان ربما يبقى might او may، قدامك might. طيب امال لو خدنا must، must هيبقى معناها اكيد بيلغي، ودي يجب ان يلغي، وهات تو اضطر ان يلغي، والجمله اصلا مضارع. The manager not the meeting because he was seriously ill، المدير ايه عمل في الاجتماع؟ لان هو كان مريض. هو كان مريض يعني معنى كده اضطر ان يلغي او يؤجل. هنا رقم واحد. الحاجة التانية اكيد اجل، ينفع الاثنين. تعال تعال نشوف، had to postpone دي تنفع بمعنى اضطر ان يؤجل. طب shouldn't have postponed، المفروض ما كانش يؤجل، ده احنا المفروض نقول بقى المفروض كان يؤجل. طب needn't have postponed، المفروض ما كانش يؤجل لكنه اجل. طيب must postpone معناها من المؤكد انه يؤجل. طبعا الاجابه المنطقيه العربي الجمله بقى على بعضها، المدير اضطر ياجل الاجتماع لانه كان مريض. فديت رقم ايه؟ رقم 8، you not your father yesterday، the problem was too serious for you to solve alone، يا ابني المشكله كانت صعبه عليك انك تحلها لوحدك، انت كان المفروض تسأل بابا، كان المفروض تسأل، يبقى should have post participle، يبقى should have consulted. دي معناها المفروض ما كنتش تسأل، ودي should consult يعني يجب أن تسأل الآن، وإحنا بنتكلم على yesterday فمش هينفع. didn't have to معناها المفروض ما كنتش تسأل باباك وأنت ما سألتش. طبعا في الجملة يقول لك أنت كان المفروض تسأل والدك مساعدة، ما هو المشكلة دي كانت صعبة عليك. رقم 9، بيقول لك you show your passport when you travel abroad، لما تسافر بره أنت المفروض تظهر الباسبورت بتاعك. بص، هو انت بتطلع الباسبورت بتاعك براحتك ولا غصب عنك؟ لان ده الزام خارجي، ده اكيد الزام خارجي، وبما انه الزام خارجي فانت عارف هتاخد مين، هناخد هاف تو. فين هاف تو؟ ادي هاف تو اهي. ماست هاف دي استبعدها لانك عايز بعدها باست بارتيسيبل. شود يعني يجب ان، ده يعني براحتك، دي نصيحه، ومي ربما، فطبعا ده غلط. it began to rain and there were no taxes، الدنيا بدات تمطر، خد بالك بدات يعني ماضي، بدأت تمطر وما كانش فيه تاكسي، عشان كده في النهاية أخيرا وصلنا. عايزك تفتكر معايا إن was able to معناها استطاع أن يفعل شيء ما بس بصعوبة. أمال لو خدنا could فدي معناها استطاع أن يفعل شيئا ما بس الموضوع كان سهل بالنسبة له. طيب أنت بتقول لي بص الدنيا بدأت تمطر وما كانش فيه تاكسيات، فدي كلها صعوبات. بما إنه بصعوبة فهتفكر في was able to اللي هي رقم A. المعنى بالعربي بدأ الجو يمطر وما كانش فيه تاكسي بس أخيرا وصلنا. طيب قلنا اللي بعد كده، I not walk home yesterday as I lost my money، امبارح أنا ضيعت المحفظة بتاعتي، فعشان كده اضطرر تو أنا أمشي، اضطر يبقى هاد تو. طبعا didn't have to المفروض ما كانش يعمل، ولكنه عمل. needn't have مش هفكر فيها لأن طالب خربوش عارف إن عايز أبسط بارتيسيبل، لكن ده مصدر، must والمصدر معناها اكيد يفعل، ده مضارع وانت بتحكي على امبارح. I am bored at work، انا مليت من الشغل. my dad's advice، بما انه قال لك advice فانا عايز حاجه من دول، يا اما ان انا ادور على should، يا اما ان انا استخدم او ادور على had better، والاثنين في النصيحه معايا should خدناها. طيب رقم 13، you go to the bank I can lend you some money، انا يا عم هسلفك فلوس فمش لازم تروح البنك. طب افرض هو راح البنك، خلاص يا عم عادي، ايه المشكلة يا مرحب. اذا بما انك بتقول له انت مش لازم تعمل بس لو عملت عادي يبقى don't have to،
وكان ينفع ناخد نيدنت بس نشيل منها تو. طيب مصنت معناها ممنوع تعمل، يعني لو رحت البنك في مشكلة، واحنا عارفين ان مصنت اخت كانت. وي جو تو الازهر بارك تومورو، بكرة. وي هافن ديسايد، والله ربما نروح وربما لا، احنا ما قررناش يعني. فماي ومايت وكود، احتمالاتهم الثلاثة. ات فيرست سكول، الجملة دي ما فيهاش أي دلالة على الزمن، بس أنت لما ترجمت بيقول لك في مدرستها الأولى، يعني زمان أيام ما كانت لسه في ابتدائي. شي تو وير بلو يونيفورم. بص يا مستر، ما دام في تو فمش هينفع استخدم ماست ولا ينفع استخدم كود، ما ينفعش بعد الفعل الناقص نجيب تو، يا إما هاز يا إما هاد. بس الراجل بيقول لك أيام ما كانت في مدرستها الأولى، يعني ماضي، فناخد هاد على طول. داد سيد وي نوت جو أوت فور ووك أفتر دينر، بابايا قال إن إحنا ربما نخرج بعد العشاء. طبعا هاف كانت عايزة تو، ونيد كانت عايزة تو. طب ماست وكود الاتنين ينفعوا من حيث القاعدة يعني والمصدر وكده، لكن كود معناها أكيد يخرج، سوري ماست معناها أكيد يخرج، وكود ربما نخرج. هنا كلمة كود بتساوي كلمة ماي وبتساوي كلمة مايت، بس لو هو قصد اقتراح فكود اللي صح. طيب بعد كده I really not for my phone أو فون يعني my parents to tell them I'm going to be late، انا لازم اتصل بابويا وامي واقول لهم ان انا هتاخر. هو اتصالك بابوك وامك ده قانون؟ لا ده مش قانون، بما انه مش قانون يبقى مصط على طول. طيب you take that bus there is another one in 10 minutes، في واحد تاني ان شاء الله بعد 10 دقايق يا عمي، فمش لازم تركب يعني الباص ده. ما دام مش لازم يبقى انا افكر في don't have to او في needn't او don't need تو، اللي تلاقيها في الاختيارات. اي دونت نيد يا مستر، بس عايزه تو يا عم. كانت دي ممنوع زي مصنت بالظبط، يبقى انا هقول له دونت هاف تو. 19 بينجنز اللي هو البطريق، ار بيردز ذات هو البطريق هو الطائر الذي لا يستطيع ان يطير، يبقى كان نوت. ما تستغربش منظر كلمه كان نوت، اصلك انت لو كتبتها كانت كده فهي صح، ولو كتبتها كان نوت كده فهي صح، لكن لو كتبتها كان نوت مفصلين عن بعضهم فده غلط، اوعى تعملها. وده موجود في اوكسفورد ديكشنري، ممكن تبص عليه. I take extra English lessons. I am fluent in it. انا اصلا رهيب في الانجليزي، فانا مش لازم اخد كورسات في الانجليزي. بما انك بتقول مش لازم يبقى don't have to او don't need to او needn't. انا قدامي needn. طب ما هي في haven't to. انا لو انت فاكر قلت لك ما فيش حاجه اسمها haven't to، لكن لو هنا قال لك haven't got to كنا قلنا ماشي. They go shopping yesterday because the shops were all closed. المحلات كلها امبارح كانت مقفولة. يبقى هما shouldn't go ازاي امبارح وتقول shouldn't والمصدر؟ ما هو shouldn't عشان تبقى في الماضي اصلا لازم بعدها have والباست بارتيسيبل، وكانت عايزة have والباست بارتيسيبل، ومايت نوت عايزة have والباست بارتيسيبل برضه. طب couldn't تيجي بالمصدر؟ بص couldn't والمصدر معناها لم يستطع ان يفعل. طب لو انت قلت لي couldn't have gone بتساوي can't have gone، وعايز اكتب دي هنا كده لان تقريبا احنا ما قلناهاش هنا برضو. بص لما تقول مثلا she failed بسلامتها سقطت السنه دي، she can't have done her best، اكيد لم تبذل قصارى جهدها. في الجمله دي سيادتك شايف can't have done يعني هتساوي مين؟ هتساوي couldn't have done her best، يبقى كانت هاف دن وكنت هاف دن بيدي نفس المعنى. ارجع لجملتك كده، الجمله 21 بيقول لك فيها، وركز معايا واحده بواحده عشان الكلام اللي انا بشرحه على جنب ده مش موجود في الاسئله. بيقول لك ان هم لم يستطيعوا ان يذهبوا للتسوق بالامس لان الدنيا امبارح كانت المحلات كلها كانت مغلقه. طيب طب يا مستر انا عايز اخد كانت، ينفع؟ اه ممكن اقول لك زي كانت هاف جن، يعني اكيد لم يذهبوا لان المحلات كانت قافله، وكانت تنفع على فكره لو كانت هاف. In a hospital في المستشفى، one الإنسان الواحد يعني لا ينبغي أن يدخن، ممنوع يدخن. طب لو دخن في مشكلة ومصيبة هتحصل، الأمن هيكرشك بره المكان على طول، يبقى تاخد mustn't smoke. لكن لو أنت قلت لي needn't smoke معناها مش لازم يعمل يعني، بس لو عمل عادي طبعا ده غلط. طيب وأنت عارف إن needn't أصلا هي doesn't have to، هي don't doesn't need to. طب needn't have smoked المفروض ما كانش يعمل لكن عمل في الماضي. بيتر از كين از اكين ميوزيشن، بيتر ده موسيقار بيحب الموسيقى. هي بلايز ذا فلوت بيعزف على الفلوت، وهو يستطيع ايضا ان يلعب او يعزف على البيانو، يبقى انت عايز كان ودي سهله. طبعا ده ماضي وده ماضي وده ماضي، الناس دي مش معانا.
you arrive at work an hour earlier tomorrow. بص يا باشا بكرة إن شاء الله، يعني استبعد هات. طيب و have got عايزة to، will need عايزة بعدها to، فاستبعدنا استبعدنا مبقاش معاك غير have to. بس ازاي have to يا مستر؟ عايزك تاخد بالك ان مع المستقبل، الالزام اللي مع المستقبل، ممكن نستخدم have to الفعل في المصدر، ممكن نستخدم will have to الفعل في المصدر. اقول لك you have to come early tomorrow او you will have to come early tomorrow، الاثنين بنفس المعنى والاثنين مستقبل. الصفحه اللي بعد كده don't forget that I am your employer، ما تنساش نفسك انا يا حبيبي مديرك، فانت لازم تحصل على اذني. هو لازم دي هنا قانون ولا مش قانون؟ اه عشان ده الزام، الالزام الخارجي. الالزام الخارجي ده عباره عن بستخدم مع مين؟ بستخدم مع have to. طب امال امتى ناخد must لو ده الزام داخلي؟ انت من نفسك بتقول انا لازم اعمل حاجه فلانيه. طيب على سبيل المثال رقم 26 she arrive at the meeting on time، ركز، توصل الاجتماع في الوقت المحدد even after missing the bus، حتى بعد ما فاتها الباص، عشان كده كانت سعيده. طب هل ده معناها ان هي لم تتمكن من وصول الاجتماع؟ لا ده هي تمكنت، فده ماضي منفي وده ماضي اه بس منفي. وطبعا بما انك بتتكلم عن الاجتماع اللي في الماضي فمش هينفع تفكر في كانت، يبقى الاجابه اصبحت was able to، ومعنى الجمله ان هي كانت قادره على، هي تمكنت من الوصول للاجتماع بعد صعوبات بالرغم ان الباص فاتها. ولو انت ركزت احنا قلنا was able to، استطاع ان يفعل شيئا بصعوبه. 27 you come and visit us again soon. It is ages since we saw you. بقول لك فات سنين من اخر مرة شفناك، لازم تيجي تشوفنا بقى ضروري. ده اسمه ايه؟ اسمه النصيحة بإلحاح، اللي انا سميته لك في فيديو الشرح العزومة. الراجل بيعزمك بيقول لك لازم تيجي تشوفنا، احنا اصلا ما تقابلناش من زمان، يبقى must بطريقة تانية وتفسير اخر. لو انت قلت لي في الجملة، انت بتقول لي في الجملة ايه؟ انت لازم تيجي تزورنا بكره، هو زيارته ليك وده قانون؟ لا مش قانون، حاجه لازم بس مش قانون، تاخد مصد. طب انا اقول لك انت لازم تسوق العربيه على اليمين، اه كده لازم تسوق على اليمين، ده قانون، فناخد هاف تو. employees be late for work، الموظفين يتاخروا على الشغل، يبقى المفروض لا يجب ان يتاخروا على الشغل. طب لو اتاخروا على الشغل عادي ولا في مصيبه؟ لا في مشكله، بما ان في مشكله فناخد mustn't. عارف لو انت خدت needn't معناها مش لازم يتأخر، بس لو اتأخر عادي. وانت كطالب خربوش عارف ان needn't هي هي don't have to، فاستبعدوا هما الاثنين مع بعضهم. I searched for your house for hours، انا بحثت عن بيتكم لساعات طويلة، من حسن الحظ انا استطعت ان اجده. انت استطعت ان تجد المنزل بسهولة ولا بصعوبة؟ لا ده انا بحثت كام ساعة، يبقى was able to. طبعا could never دي منفية، am able to دي مضارع، وكان مضارع فمش معايا. سما may not try on a few different sizes، بقول لك سما may فعل ناقص، عايزين بعد الفعل فين؟ في المصدر. طبعا has مش مصدر، وmust فعل ناقص اخوها، وhad فعل ماضي، اذا الاجابه اصبحت have to. طب معنى الجمله بالعربي، سما ربما تضطر ان تجرب مقاسات اخرى. طب رقم 31 متفقين وخلصان الكلام ان لما يكون معايا do فاعل ما ينفعش غير have to وشكرا، او نيد تو المصدر يعني، فهنشيل must ينفع نيد بس عايزه تو، هات تو لا فهاف تو. يور ممبرشيب كارد اور يو وونت بي الاود ان، بقول لك انت المفروض تطلع كارت العضويه بتاعتك والا ما انتش داخل، يعني انت لازم تورينا كارت العضويه. هل ده براحتك ولا غصب عنك؟ لا غصب عنك، فده قانون انك انت تدخل المكان لازم تطلع على العضويه، بما انه لازم وقانون يبقى هاف تو، ادي هاف تو شو. طيب not you get me some sugar please، لو سمحت ممكن تجيب لي شويه سكر. هنا ينفع نستخدم مي، وينفع نستخدم كان، وينفع نستخدم كود، الثلاثه معناهم هل يمكنك ان تفعل، لو سمحت يعني، فهنا كود. if I want to start this year، انا لو عايز ابدا السنه دي دراسه في الجامعه فانا لازم اقدم ورقي. هو انا هقدم ورقي بكيفي ولا ده الزام عشان ادخل الجامعه؟ ده الزام، بما انه الزام وهو لازم بس قانون، فناخد هاف تو، فادي هاف تو. طيب الجملة 35 I had a lot of money، أنا معايا فلوس كتير. أنا بص ركز في العربي كده، بقول لك أنا معايا فلوس كتير، أنا كان ممكن أشتري التيشيرت الغالي ده، بس أنا ما بحبش الحاجات الباجي اللي هي المنفوخة دي، كان من الممكن أن أفعل لكني ما عملتش، يبقى could have bought.
I shouldn't have repeated. ركز في دي بقى عشان دي مهمة. بيقول لك ايه؟ انا المفروض ما كنتش اكرر الخطأ ده تاني. يعني انت كررته، ده معناها ان I repeated. ركز، انا المفروض ما كنتش اكرر، ده معناها ان انا كررت. My flat is tight. الشقة نظيفة ومترتبة. انا مش لازم ابهدل نفسي وانضفها. طب لو نضفتها في مشكلة؟ يا باشا زيادة الخير خيرين. يبقى دي معناها مش لازم اعمل، بس لو عملت عادي. يبقى ناخد don't have to، don't need to او needn't. ادي needn't ودي don't have، عايزة to عشان ينفع ناخدها. عارف انت لو خدت لي must معناها ممنوع ارتب الشقة تاني، ولو رتبتها في مشكلة. واحد بيقول لك ان شقتي مترتبة، هقوم ارتبها كمان مرة. عادي يا باشا، مرحب. 38، the meal was for free. الوجبة كانت ببلاش النهاردة. انت يا ابني المفروض ما كنتش تدفع، انت المفروض كنت وفرت فلوسك. يعني معنى كده المفروض ما كانش يدفع لكنه دفع، المفروض ما كانش يعمل لكنه عمل. need to have تصريف ثالث، يبقى need to have paid. امال امتى ناخد didn't need to pay او didn't have to pay؟ لو المفروض ما كانش يدفع، ركز في دي بقى، ولم يدفع وهو فعلا ما دفعش. الراجل قال لك انت عيل مسرف على فكره وتستاهل تتضرب، يعني معنى كده ان دفع. او نو يو اول ذا ميت ناو، هاو كان اي فايند ا سبيس ان اور ذا فريزر. بص الزوجه بتقول لزوجها انت المفروض ما كنتش تشتري اللحمه دي كلها، هو انا اجيب مكان منين في الفريزر دلوقتي؟ يعني المفروض ان هو لا يشتري، لا يفعل يعني، لكنه فعل اشترى. يبقى need to have تصريف ثالث، ادي need to have both. I always not take my father's permission before I go out. That's a family rule. الجملة دي بقى محتاجة تفكير شوية. الراجل بيقول لك أنا كنت دايما بضطر آخد إذن والدي قبل ما أخرج. أنت يعني بتستأذن براحتك ولا غصب عنك؟ لا ده غصب عني مش براحتي، أصل ده قانون في الأسرة. يعني ده معناه إن هو إلزام خارجي. بما إنه إلزام خارجي فناخد have to. ركز عشان السؤال ده اتسألته كتير، لأنها في الإجابات موجودة must وده خطأ. أنت بتقول لي أنا لازم آخد إذن أبويا، ولازم آخد إذن أبويا لأن ده إلزام خارجي، بابايا عامل قانون في البيت، يبقى ناخد have to. طيب افرض أنت بتقول بقى بابايا راجل كبير برضه مش هينفع، عايز أستأذن منه قبل ما أمشي، يبقى هنا must لأن ده إلزام داخل، أنت شايف إنك المفروض تستأذن. طيب 41، يو ميك ذات نويز، ات از ريلي انوينج. على فكره ده ازعاج اللي انت عامله ده وكده غلط، يبقى انت كده متذمر، والتذمر بناخد معاه مصد. يا كانك بتقوله انت لازم تعمل دوشه يعني. ات ماي سبورتس كلاب، في النادي الرياضي اللي انا مشترك فيه، كل واحد لازم يلبس جزمه فلات. طيب هل ده الناس بتلبس براحتها؟ لا ده عشان ده قانون المكان. معلش بما انه قانون المكان يبقى هاف تو، فناخد هاز تو عشان ايفري ون مفرد. اي فيلد ماي ماث كلاس، الولد بيقول لبابا انا رسبت في امتحان الرياضه. فرد عليه الاب قال له يا ابني ما هو ده غلطك، انت المفروض كنت تسال ان المساعده، او كان ممكن تطلب المساعده، او انت اكيد لم تطلب المساعده. كل دول ينفعوا. فلو انا هقول المفروض كنت تسال يبقى should have asked. طب كان ممكن could have asked، اكيد ما طلبتش can't have asked. تعال نشوف could والمصدر، ده مضارع وده مضارع وده مضارع. احنا بنتكلم على الحدث بتاع امبارح، ان انا رسبت امبارح، فانا كان المفروض اطلب المساعده، يبقى could have asked اللي صح. بس could have asked معناها ايه؟ كان ممكن اطلب المساعده لكني ما سالتش. بقول لك you can borrow my jacket، ممكن تستلف الجاكيت بتاعي تلبسه لو انت عايز، بس خد بالك اوعى يتعاص. خد بالك انا بقول لك ايه؟ اوعى يتسخ. طب لو اتسخ ده انا عامل لك مشكله، يبقى مصن. بما انه لو الشيء ده حصل هيحصل مشكله يبقى مصن. طب انت لو خدت له دونت هاف تو هيبقى معناه ايه؟ معناها بس براحتك، عايز توسخ وسخه، مش عايز انت حر. طب لو انا خدت له هافنت تو يبقى دي اسمها هاف. ده احنا متفقين مفيش هافنت تو، مفيش هازنت تو، مفيش هادنت تو. رودي ازنت هير رايت ناو، رودي مش موجوده دلوقتي، بس هي ربما ترجع على الساعة 8 أو حاجة زي كده يعني، أرسو يعني أو حاجة زي كده، ربما تعود. يبقى أنت عايز مايت بي. طب ليه مش مايت هاف بين؟ لأنك بتقول ربما تعود، أنت ما بتقولش ربما عادت. ما هي لو عادت أنت مش هتقول لي إن هي مش موجودة هنا دلوقتي. طيب وبعدين أنت عيل خربوش، عارف إن مي ومايت بنفس الاستخدام فطيرهم مع بعض.
Did you make your bed؟ هل انت رتبت السرير بتاعك؟ فقال لك لا طبعا، انا المفروض ما رتبوش اصلا، ما احنا عندنا خادمة المفروض ما رتبوش. وقال لك نو يعني ما رتبتوش، يبقى didn't have to المصدر اللي هي رقم بي. You leave your clothes all over the floor like this again احمد، انت المفروض ما ترميش هدومك في كل حتة كده يا احمد، يبقى انت لو رميتها هيتنفض بيها، يبقى mustn't، عشان انت لو عملت في مشكلة. You not do more exercise it is up to you، ركز في دي كده، it's up to you يعني الموضوع ده براحتك يا حبيبي، عادي انت عايز تعمل اعمل، مش عايز انت حر، ما دام عادي يبقى don't have to don't need to و needn't. طبعا have to و need to دول اثبات مش معايا، mustn't معناها ممنوع ولو عملت هولع فيك، طب don't need to دي اللي صح، بمعنى انت مش لازم تعمل تمارين، الموضوع براحتك يا عم انت حر. طيب the lights are still on، النور لسه منور، يبقى هدى to turn them off، يبقى هدى may forget ربما تنسى، ولا ربما تنسى، ولا يجب ان تنسى، ولا ربما انها نسيت. ركز انك انت عايز ماضي ومفيش غير رقم بي اللي ماضي، خدها واجري. هي the car was petrol before he set off، خد بالك set off دي ماضي اللي عرفك، ما هو لو مضارع كنا هنقول هي sets. المهم قبل ما هو انطلق بالعربية هو must fill دي مضارع وشود فيل ده مضارع، انا افكر في ايه، في سي ودي وبي، شود انت هاف فيلد المفروض ما كانش يملى العربيه، طب اوت تو هاف فيلد هو المفروض كان ملى العربيه وقود بترول قبل ما يمشي، يبقى رقم سي 51. اي كلين ذا كيتشن بيفور مام جيتس باك، قبل ما امي ترجع انا لازم ارتب او انظف المطبخ، انا عايز اعمل لها مفاجاه، يبقى ده الزام داخلي، بما انه الزام داخلي يبقى تاخد ماست، ادي ماست، امال امتى ناخد هاف تو؟ ركز ركز، لو قال لك اي نوت كلين ذا كيتشن بيفور مام كمز باك، انا لازم اعمل المطبخ قبل ما امي تيجي، شي اوردرد مي، اوردرد مي هي امرتني بكده، اذا انت حضرتك هتستخدم هاف تو ليه؟ لان ده الزام خارجي، يعني ده امر من الام، يعني ده اصبح قانون عليك دلوقتي. طيب انت خدت لي ماست هنا ليه؟ بيقول لك انا عايز ادهشها كده وافرحها كده من نفسي يعني. Why did you stay at a hotel when you were in London؟ هو انت يا ابني ليه قعدت في فندق لما كنت في لندن؟ ما انت كان ممكن تقعد مع عمك. طب could stay دي مضارع او لو معناها ماضي هيبقى معناها استطعت ان تبقى. managed to تمكن من و should stay دي مضارع. طب رقم 53 بقول لك sorry I can't go out now، معلش مش هينفع اخرج دلوقتي، انا المفروض ارتب الاوضه بتاعتي before I am allowed، قبل ما حد او قبل ما يسمح لي بالخروج، ركز بقول لك ايه، قبل ان يسمح لي بالخروج، يعني معنى كده ان حضرتك هترتب عشان ده الزام خارجي، حد مش هيسمح لك تخرج غير لما تعمل، يبقى have to ما دام الزام خارجي. طيب الجمل بقى من 54 وانت ماشي تكتك معايا كده واحده بواحده، مش هنقول الاجابه بس، احنا هنفعص الباقيين. He ought not to، استنى كده واحدة بواحدة، ought to دي احنا شفناها قبل كده واتفقنا ان هي بتساوي كلمة should، وبما انها منفية يبقى هتساوي shouldn't، يعني هو المفروض ما كانش يبعت الايميل من غير ما يرفق المرفقات، ده معناه ايه؟ انه بعت الايميل من غير مرفقات. طيب ده معناها ان هو بعت الايميل and وارفق المرفقات؟ لا، الراجل بيقول لك المفروض ما كانش يبعت الايميل لوحده، يعني بعته لوحده. طب هات تو انكلوز اضطر ان هو يرفق الايميل مع المرفقات، يا عم ده بقول لك بعت الايميل والمفروض ما كانش يبعته من غير مرفقات. طب didn't send the email ما بعتش لا الايميل ولا ارفق المرفقات، لا ده هو بعت الايميل بس من غير مرفقات، يبقى الاجابه كده تبقى رقم دي send the email without including the attachment، يعني بعت الايميل دون ان يرفق المرفقات. طب اللي بعدها I might stop working for this company this means انا ربما اتوقف عن العمل في الشركه دي، بص انت قلت لي ربما اتوقف عن العمل، طيب هل ده معناها ان انت كومبليتلي شور متاكد انك انت هتتوقف؟ يا عم ده بقول لك ربما، طب هل ده معناها انك انت كومبليتلي شور ان ده هيحصل في يوم من الايام انك تستمر او تتوقف؟ برضه لا، انت بتقول لي ربما، انا صفيت الاجابات على اتنين، واحده منهم بقول لك ان في فرصه ان ده يحصل وده الاجابه الصح، لما اقول لك ربما اسافر القاهره يعني في احتماليه في فرصه اسافر. طب لما تقول لي بقى I have made up قررت، ما هو لو انت قررت يبقى الموضوع مؤكد، ما كنتش هتقول لي might، يبقى الإجابة أصبحت رقم بي.
56 which of the following doesn't express regret. ركز معايا، بيقول لك ايه من دول مش بيعبر عن الريجريت، الندم. انا هترجم واحده بواحده. I should have revised معناها ايه؟ كان المفروض اراجع لكني ما راجعتش. ايه اللي انا عملته ده يا جدعان؟ يبقى ده ندم. انا اسف على اني ما راجعتش في الامتحان، يبقى انت كده برضو ندمان. طيب I regret not revising، ندمان ان انا ما راجعتش، يبقى ده برضو ندم. الوحيده اللي هنا ما بتعبرش عن ندم رقم سي، اللي هي شود والمصدر، لان دي بتعبر عن النصيحه او ان الضروره ان انت تعملها في المضارع. ايه من دول شوز possibility؟ possibility يعني ايه يا مستر؟ يعني الامكانيه والاحتماليه. يعني انا عايز واحده من الثلاثه، يا اما مي او مايت او كود. لما قرات لقيته جايب لي اي كود هاف تيكن ان ايرليير ترين، دي الوحيد الاحتمال. امال ماست اكيد فعلت، شود هاف كان المفروض اعمل، نيدنت هاف تيكن انا المفروض ما كنتش اخد القطار المبكر لكنني اخذته. اللي بعد كده 58 it is not necessary، مش لازم. على فكره في الجمله دي عايزك تركز على حاجتين، اولا انه قال لك is، ثانيا قال لك not، يعني معنى كده انها مضارع ومنفي. طيب يعني ايه not necessary؟ معناها مش لازم تعمل، اللي هي don't have to و don't need to و needn't. طيب هنا you mustn't ده ممنوع تعملها، you must يعني انت لازم تعمل، you should يعني يجب عليك ان تعمل في النصيحة، لكن انت بتقول لي it's not necessary يعني you needn't offer help. You are not allowed to smoke here. ركز بقى عشان هنضيف من حتة من عندنا من بره. انا بقول لك انت مش مسموح لك انك تدخن، ده معناها you mustn't smoke here. اه وعلى فكره معناها كمان you can't smoke here برضو. اه طب you don't have to، لا دي معناها not necessary بس لو عملت عادي. طيب you are obliged يعني انت مجبر انك تدخن، يا عم ده بقول لك انت مش مسموح لك تدخن، ازاي هيبقى معناها مجبر انك تدخن؟ دي فكرتني بملحوظه ما قلناهاش برضو، اللي هي is it necessary سيري فور مفعول ايا كان هو مين، يعني تو المصدر. خد بالك is it necessary، ممكن اقول لك بقى is it a necessity او is it a must. لاحظ انك انت هنا necessity ضرورة و must يعني ضرورة، فعشان هما اسم خدنا a. طيب ادخل على اللي بعدها. هي unnecessarily من غير اي ستين لازمة كده اشترى فاكهة، يعني هو المفروض ما كانش يشتري بس اشترى. يعني انا عايز needn't have والباست بارتيسيبل اللي هي رقم needn't buy، لا needn't have بوت رقم بي. طيب يبقى ركز معايا، needn't have باست بارتيسيبل المفروض ما كانش يعمل لكنه عمل، زي ما هو قال لك كده هو اشترى فاكهه من غير فايده او من غير لازمه. 61 I don't have to answer this question، بمعنى انا مش لازم اجاوب السؤال ده. don't have to بتساوي don't need to وبتساوي needn't، وانا حافظهم اصلا من الاول بس انا مركز ان needn't من غير to. هل ده معناه I haven't to؟ قلنا دي ملهاش وجود في الانجليزي. طب needn't answer اه، haven't got to اه، وكان ينفع كمان نقول don't need to، يعني كده هاخد B and C. طب 62 بقول لك she hasn't got to prepare lunch، يعني هي مش لازم تجهز الغداء. خد بالك hasn't got، hasn't got to هي doesn't have to، هي doesn't need to، هي she needn't. تعال نشوف hasn't to، قلنا دي ملهاش وجود في الانجليزي. hadn't to ملهاش وجود في الانجليزي. خلصنا رايحنا نقسم اتنين. بما ان بيقول لي she hasn't يعني مضارع، ينفع نقول she مضارع ومنفي، يعني ينفع نقول she has to prepare، ده انت بتقول لي في الجمله هي مش لازم تعمل غدا، وهنا بتقول لي هي لازم تعمل غدا، فالموضوع تناقض. يبقى الإجابة رقم C اللي هي she doesn't have to prepare lunch. الجملة 63 you can't break the law، يعني انت مش مسموح لك تتعدى على القانون. خد بالك can't اللي هي اخت mustn't، يعني ده معناها mustn't break the law، ده معناها you have to break the law، يعني انت لازم تتحطم القانون تتعدى على القانون، ولا مش لازم تتعدى على القانون لو تعديت عادي، ولا don't have to اخت don't have to برضو. بس هنا بقول لك ايه؟ هنا بقول لك انت مش لازم تتبع القوانين، ودي مش لازم تتخطى على القوانين، وهما الاثنين غلط، لان الجملة اصلا الزام ودول معناهم مش لازم اختيار. يعني اذا الاجابة you have to follow the law. الجملة
انت ممنوع تتعدى على القوانين، يعني انت لازم غصب عنك الزام خارجي تتبع القوانين. 64 it was necessary for me to leave. عايزك تركز على حتتين اتنين، الاولانيه انه قال لك was والتانيه انها مثبته، بقول لك كان لازم اني اغادر. معلش يا جماعه انا اسف، انا كان لازم اغادر يعني اضطريت اغادر. هل ده معناه انك اضطريت to stay تبقى؟ لا. ينفع have to اللي هي مضارع وانت بتحكي عن ماضي؟ برضو لا. have to اللي هي مضارع وانت بتحكي عن ماضي؟ برضو لا. يبقى الاجابه اصبحت I had to leave. انت في الجمله بتقول كان من الضروري ان اغادر، يعني انا اضطررت ان اغادر. 65 taking photos here is banned، يعني التقاط الصور هنا امر محظور، اوعى تعملها هخلي شورتك سودا. ده معناها you mustn't take photos here. ومعناها على فكره you can't take photos here. طيب هل ده معناها you must take يجب ان تلتقط صورا، ولا مش لازم تلتقط بس براحتك؟ دي براحتك، لكن دي معناها انك لو عملت الشيء ده هتعاقب لان ده محظور، وطبعا كان برضو امكانيه. اللي بعدها it is important that I call mom. يا عمي لازم اكلم امي يا عم، ده الزام داخلي، يبقى I must call mom. طيب بعد كده ايه من دول is a strong invitation. invitation يعني دعوه قويه، دعوه حاره، يعني انت عايز must بس في جمله خبريه. would you attend my sister's wedding؟ ده بسألك عايز تحضر الحفله. do you want، هل تريد ان تحضر الحفل؟ انا قدامي must اهي وmust اهي. انت قلت لي يا عم ان الانفيتيشن الدعوه الحاره بستخدم معاها must، بس انا قلت لك برضو انك لو سالت بmust يبقى ده بيعبر عن التذمر، لكن الاجابه تبقى رقم دي. انت عارف رقم سي دي معناه ايه؟ تخيل المشهد معايا، واحد كده معروف ان هو ممل وبيعمل مشاكل، حضر فرح اختك، فانت بتقول له must you attend my sister's wedding، يعني هو كان لازم تحضر في الحفله دي، فعشان كده مش هتنفع. طيب خلصنا كده الحمد لله الاسئله كلهم بلا استثناء، احنا ماشيين وفقا للجدول. انا عايزك تمشي على الجدول اللي في الجروب، ما تعدهوش وما تحاولش تتاخر برضه عننا. القاعده الاسئله بتاعت القاعده ليست شامله بالقدر الكافي للاسف، فالجزئيه اللي انا شرحت لك في اول الفيديو دي مهمه، في ملفات كتير كنت حلتها مع الطلبه في المحتوى الخاص برضه السنه اللي فاتت. لو انت يعني عندك وقت ابعت لي او اكتبولي في الجروب وانا هشيرها لكم كمان عشان تحلوها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.